مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة. يا رب كل مشاهدي قناة نايل لايف تكونوا بألف خير وبألف صحة داخل جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية إن شاء الله دايما بخير. حضراتكم النهاردة 29/6/2024 وبكرة بإذن الله تعالى غدا إن شاء الله 30/6/2024. بكرة ذكرى 11 سنة على ثورة 30/6/2013. 11 سنة مرت على مصر بعد ما الشعب المصري نزل في كل شوارع مصر 30/6/2013 وقال كفاية للإخوان الإرهابية اللي حكمت مصر 2012. وتحية عظيمة للشعب المصري وتحية عظيمة أيضا للقوات المسلحة المصرية اللي وقفت بجانب الشعب المصري اللي قال كفاية لحكم الإرهاب في جمهورية مصر العربية 2012. حكم الإرهاب اللي هو في 2012 ده يعني بعد حضرتك ثورة 25 يناير 2011، اللي يعني تعتبر من ضمن الثورات الربيع العربي في المنطقة العربية. وطبعا حضراتكم أكيد نتذكر وجيل ورا جيل كده نتذكر إنه ثورات الربيع العربي والدول اللي سقطت مفيش حد منها رجع تاني. طبعا نتمنى لكل الدول، العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال وجميع الدول اللي للأسف الشديد سقطت في ثورات الربيع العربي أو غير ثورات الربيع العربي، نتمنى لها طبعا لكل الشعوب العالم العربي الرجوع وللقوة، قوة مصر دائما أكيد مع إخواتها دول العالم العربي يعني. فنرجع تاني ب 30/6/2013 ونقول انه ثورات الربيع العربي اللي حضراتكم ابتدت في مصر 25 يناير 2011، للأسف الشديد كثير من الدول العربية سقطت. وللأسف بعد ثورة 25 يناير 2011 حضرتك ركب على هذه الثورة الإخوان الإرهابية، جماعة الإخوان الإرهابية. طبعا مفيش شك انه بعد ثورة 30/6/2013 اعتقد لو انا ما كنتش غلطان ان جميع الدول العربية بما فيها اللي سقطت قالت الحمد لله رب العالمين. قالت ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ليه؟ لانه حضرتك كان في ثلاث جيوش اقوى جيوش في العالم العربي، للأسف الشديد العراق حصل لها اللي حصل، للأسف الشديد سوريا حصل لها اللي حصل. ربنا يرجعكم بالسلامة تاني وترجعوا أقوياء تاني وترجعوا تاني كشعوب. كان ناقص مين يا مصريين؟ كان ناقص الجيش المصري، القوات المسلحة المصرية. فلو كانت الجائزة الكبرى في سقوط مصر في 2012 وبعد ثورة 25 يناير 2011، لو كانت حصل السقوط للدولة المصرية كانت هي دي الجائزة الكبرى. ليه الجائزة الكبرى؟ ما هو آخر جيش في المنطقة قوي. فلو مصر كانت سقطت، بفضل الله لم تسقط ولن تسقط بإذنك يا رب، طالما حضراتكم يا شعب مصر عندكم الوعي وفاهمين كويس قوي اللي حصل، وبوقوف الجيش المصري طبعا لان احنا منهم وهم مننا كشعب يعني. فالحمد لله الدولة المصرية في 30/6/2013 عدلت الدفة داخل جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية للعالم العربي كله، وانا لا ابالغ. ومن اول 2014 واحنا طول الوقت بنحاول نساعد
الدول اللي سقطت بقدر الامكان بقدر المستطاع ان احنا نقدر نقف بجانبهم عشان يرجعوا تاني اقوياء للمنطقة العربية تاني، وان شاء الله يرجعوا يعني. ولكن بكل بساطة شديدة كان مخطط للمنطقة كلها انها تتجزأ الى دويلات. يعني ايه تتجزأ الى دويلات يا سادة مواطنين؟ يعني ايه اشرف؟ يعني مثلا يعني ايه حي مصر الجديدة يبقى فيه عنده حدود مع حضرتك حي المهندسين والدقي، حي المهندسين كده والدقي يبقى ليهم قطاع خاص بيهم، والناس اللي قاعدة جواهم دول يبقوا غير حضرتك احياء والمصريين اللي موجودين في مصر الجديدة، ويبقى في حدود. يعني تقسيم الدول العربية الى دويلات عشان تضعف، وبسقوط الجيش والشرطة زي ما حصل في كل ثورات الربيع العربي تستطيع ان تتحكم في هذه الدولة بكل بساطة وتجزأها بكل بساطة شديدة. لو حضرتك انت مش متخيل ان كان ممكن ده يحصل، لا تخيله. ليه؟ لان هو ده اللي حصل في جميع الدول اللي سقطت للأسف الشديد. اخوان ارهابية، سلفيين، جهاديين، تكفيريين، مجموعة كده حضرتك، وشفنا قد ايه هم كانوا بيكرهوا العظماء اقباط مصر بحرق الكنائس واشعال فتنة، الفتنة الطائفية ما بين المسلم والمسيحي في جمهورية مصر العربية، شفناه وكان واضح جدا، وشفناه اكتر واكتر بعد 2014 وبعد ثورة 30/6 واضح تماما. فانت ازاي خلاص الاستعمار بتاع زمان انك انت تيجي وتستعمر هذه الدولة بالجيوش وتخسر حضرتك بعض من الجنود بتاعتك يا مستعمر والدبابات وتصرف كتير، ليه 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 ليه؟ سهلة جدا، اسقاطهم من الداخل، اسقاط الدول من الداخل. يعني المصري مع المصري يقعد يتخانق كده ويحارب بعض ويموت بعض زي ما حصل للأسف الشديد في عدد من الدول العربية اللي حصل فيها سقوط للدول، سقوط المؤسسات، تجزيء الجيش. وشفناه حضراتكم لو انتوا تفتكروا، يعني ايه المشكلة يعني ما الدقون تخش يعني للشرطة والجيش؟ يعني ايه المشكلة؟ يعني دي حاجة بسيطة، الإسلام مش هو ده اللي كان بيتقلنا؟ وفضل الله القائمين على الجيش المصري والشرطة المصرية منعوا هذا الانقسام ما بين الشعب وبعضه. إذا كان تفرقة مسلم ومسيحي أو تفرقة الجيش نفسه أو تفرقة الشرطة نفسها، اللي مش مصدقني ومش قادر يتخيل اللي أنا بقوله ده، ويمكن جيل جديد ما شافش ده، يتابع إيه اللي حصل في الدول اللي سقطت ولحد دلوقتي. كان مخطط لنا نفس السيناريو، قسمهم من جوه وخليهم يتصارعوا، وافصل بقى ايه يا باشا، افصل ايه الجيزة عن مصر الجديدة وجزأها بقى، فالجيزة مثلا او اسكندرية عن مثلا القاهرة، فمثلا يعني ايه الاسكندرية تبقى بتاعت السلفيين وجنوب الصعيد يبقى بتاع مش عارف مين مثلا، وحضرتك فوق كده يبقى ايه بتاع الاخوان المسلمين، والباقي يقعدوا في حتة. فانت تتجزأ لدويلات صغيرة، زي برضو ما هرجع اقول طول الحلقة زي ما حصل مع جميع الدول اللي حوالينا للأسف. فاحنا عايزين نتخيل كده حضرتك، لو لم تقوم ثورة 30/6/2013 كانت مصر كان زمانها عاملة ازاي دلوقتي؟ ممكن نتخيل كده مع بعض، نتخيل مش كان في ناس حضرتك ماشية في الشوارع معاها مدفع رشاش بتهدد المصريين في الشوارع اذا كان مسلم ولا مسيحي؟
يا اما تسمعوا الكلام ويبقى سمعا وطاعه زي ما احنا بنعمل سمعا وطاعه في جماعه الاخوان الارهابيه، يبقى تتقتلوا. لا، ده انتوا كلكم لازم تتحولوا الى الاخوان. فتعالوا نتخيل كده لو ما حصلش ثوره 30/6/2013 كانت مصر هتبقى عامله ازاي؟ حرب اهليه ما بين المسلم والمسيحي، حرب اهليه ما بين العلمانيين وما بين الاسلاميين وما بين مش عارف مين. تعالوا نتخيل كده، وهم كانوا بيأخونوا كل مفاصل الدولة، إذا كان وزراء، إذا كان حضرتك في التعليم، إذا كان في الصحة، إذا كان في نقابة المهندسين، إذا كان في كل حاجة. وطبعا الكلام ده عمالين شغالين فيه بقالهم 80 سنة أساسا يعني بصراحة. فتعالوا نتخيل مفيش 30/6 حصلت، ثورة 30/6/2013، ها تعالوا نتخيل كده، حرب أهلية ما بين المسلم والمسيحي، حرب لا تجزئة الجيش، معناها انك انت قيادة من الجيش تضرب قيادة تانية من الجيش، فبتبتدي يبقى في تقسيم. الشرطة نفس الحكاية، ولاية الجيزة غير ولاية مصر الجديدة، دي ولاية ودي ولاية يا جماعة. تعالوا نتخيل كده مع بعض. سينا بقى، ولاية سينا هي التجمع الأول والأخير لكل الإرهاب في كل أنحاء العالم، هي دي المقر الرئيسي، سينا لتجمع الإرهاب في سيناء. فاكرين الحفاظ على المخطوفين واللي خطفوهم؟ فاكرين الحاجات الحلوة دي الظريفة قوي دي اللي كانت بتودي في داهية، مش بتودي في داهية شخص، بتودي الداهية لدولة. وولاية سينا بقى حضرتك المرحلة اللي بعديها بعد ما نتجمع فيها كل الإرهاب، نبتدي بقى نفوق بقى، ندخل بقى الفلسطينيين في جميع في سينا حضرتك، وتبتدي الفلسطينيين يخشوا، وتصفية القضية الفلسطينية اللي هم لحد دلوقتي لسه بيدوروا عليها هذا الملف. فحضرتك الإخوان المسلمين والسلفيين والدولة الإخوانية حضرتك والإرهابية، ابتدت سينا تبقى إرهاب، يلا خشوا يا فلسطينيين اعملوا عيشة في سينا وصفوا القضايا الفلسطينية. بعدين الفلسطينيين يبتدوا يخصفوا إسرائيل، فإسرائيل تضرب بقى مش في الفلسطينيين، بتضرب في سينا وتحتل سينا تاني زي زمان، وهو ده المخطط. لو مش قادر تتخيل اللي انا بقوله ده حضراتكم مشاهدي قناة نايل لايف وبرنامج صفحة جديدة، حاول تفتكر ايه اللي حصل في البلاد العربية اللي حوالينا، وانت تعرف احنا كان مخطط علينا لينا ايه لولا 30/6/2013. كانت مصر هتقع زي الدومينو بقى، عارفين لعبة الدومينو، كل الدول العربية تسقط بعديها على طول. كانت الجائزة الكبرى مصر بعد العراق وسوريا. نكمل، تعالوا نتخيل، نتخيل كده الاحتياطي النقدي كان 13 مليار، مفيش اقتصاد، مفيش حاجة، اعلان دولة مصر جمهورية مصر العربية افلاسها تماما. ده لو مفيش ثورة 30/6/2013 كان ايه اللي هيحصل تاني؟ كان ايه اللي هيحصل تاني؟ زي ما انا قلت يعني ايه، انا ايه الناحية دي هنا القاهرة يعني، هنا الناحية التانية من ضفة النيل مثلا تبقى عندنا حدود، وبالشومة بقى والخناجر والبتاع الإخوان واقفين هنا الناحية التانية في حاجة جزء ناس تانية مش عارف ايه على الناحية التانية من النيل لا وايه كمان هنبتدي نتخيل ايه بقى. اصل هي ولاية مصر الجديدة تنقسم بعيد عن ولاية الجيزة، فولاية مصر الجديدة مين اللي بيمولها من الخارج؟ دولة عظمى. وولاية الجيزة في حضرتك دولة عظمى تانية بتمولها، ونلاقي القتال في كل حتة وخراب. لو مش قادر تتخيل
شوف حصل ايه في الدول الاخرى اللي سقطت. واحنا من ضمن المخطط ليها. طب ايه؟ كانت البداية العلاقات مع ايران بقت ظهر قوي، بقت ايه؟ ظهر قوي. واحنا على فكرة معانا علاقات جيدة جدا مع الدولة الايرانية، يعني مفيش اي مشكلة، بس في وقت الاخوان كانت العلاقات بشكل مختلف شوية، شديدة بطريقة مختلفة. يعني ارجع تاني اقول احنا علاقتنا جيدة مع ايران، لكن انا بتكلم في فترة الاخوان 2012 كنا ابتدينا نشوف بقى ايه كثير من، مع كل الاحترام للشيعة، كتير بقى ايه من الشيعة موجودين في مصر، ودخول الايرانيين في هنا، وتبتدت بقى الاسلام يبتدى عايز يبقى راح الشيعي. طب هو الشيعي ولا السني؟ طب ايه رأيكم زي ما في حرب في الدول عندنا لا قدر الله يعني ما بين المسلم والمسيحي، طب ما نعمل بقى ايه ما بين السنة والشيعة كمان، وما بين الجيش وبعضه، وبين الشرطة وبعضها، وبين المواطنين وبعضهم. تخيل. وتلاقي ايه بقى حضرتك، معلش انا خيالي واسع شوية، بس والنبي خليكوا معايا، هتلاقي بقى ايه منطقة من المناطق المساجد اللي فيها بيقعدوا فيها السنة، ومناطق اخرى في الجوامع السلفيين هم اللي موجودين، وجوامع تانية هي فيها الشيعة، ومناطق تانية فيها المدنيين، وفي مناطق مش هو ده اللي احنا شفناه للأسف الشديد في كل الدول العربية اللي سقطت. المرأة عورة. هتلاقي طبعا شوالة فحم ماشية في الشوارع طول الوقت، حرام، ما ينفعش المرأة تقعد في البيت، تدرس ليه وتتعلم ليه وتشتغل ليه وتقف بجانب الراجل ليه؟ ارجع، ارجع لورا، ارجع بالحضارة لورا. ولا حقوق مرأة بقى، ولا حقوق يعني خلاص بقى ايه بقى؟ مش ده اللي احنا للأسف كنا بنشوفه في السنوات الماضية في الدول الأخرى؟ هو احنا غير مثلا؟ احنا غير عشان حضراتكم يا 106 مليون مواطن مصري لازم تفهموا جيل ورا جيل، جيل ورا جيل، ويبقى عندنا وعي اكتر طول الوقت، وما ننساش، ما ننساش ان المخطط لسه قائم، ولكن باسلوب تاني، او باساليب تانية، او بوجوه تانية، بصراع على اليمين ما بين مصر، سوري، ما بين اسرائيل وفلسطين، بصراع ما بين على حدودك في الجنوب مع السودان والسودانيين، مع صراع مع ليبيا وحدودك في ليبيا، مع صراع مع الحقول الغاز واطباع بشكل عام من الشمال. في دولة في العالم عندها امن مهددة للامن القومي في اتجاهات الاستراتيجية الاربعة زي مصر؟ وقلتها قبل كده، يعني لو قلنا مثلا روسيا واوكرانيا، هيبقى روسيا عندها التهديد هنا مع اوكرانيا، انما الباقي باقي الحدود كويسة. اوكرانيا نفس الحكاية، عندها مشكلة مع الحدود مع دي، انما الباقي الحدود كويسة. ده انا بديك البلد اللي عمالة تحارب بقالها كذا سنة، مصر. الاربع اتجاهات مهددين، في دولة كده في العالم كله؟ حضراتكم عايز اقول بس انه من ضمن يعني الخسائر المادية اللي حصلت، انه بعد ثورة 25 يناير 2011 مرورا ب 2012 وحكم الاخوان الارهابية، بعد ثورة 30/6/2013 لغاية
يعني بداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم لقيام الدولة المصرية ونهضة الدولة المصرية. ثانيا كنا خسرنا 450 مليار دولار، هنعوضهم امتى دول؟ 450 مليار دولار هنعوضهم امتى دول؟ محتاجين اجيال تسمع الكلام ده. يعني حفيدك يلي كنت واقف في ثورة 30/6، وحفيدك يلي كنت واقفة في ثورة 25 يناير 2011، لازم تسمعوا احفادكوا هذه الامور، عشان جيل ورا جيل يتوارث ان احنا بجد مش هزار مستهدفين. يعني كلمة لما حد يقول لك احنا الدولة المصرية مستهدف، والله العظيم مستهدف. هو انا بعد اللي انا قلته ده كله عايز تقول لي انك انت ما كنتش مستهدف؟ نظرية المؤامرة، اصل احنا يا عم اللي انا قلته في خلال الكام دقيقة اللي فاتوا دول، انت كده مش شايف ان الدولة المصرية كانت مستهدفة وما زالت؟ فكل سنة وحضراتكم طيبين. الحمد لله، بفضل الله علينا، بفضل الله علينا وفضل الشعب المصري اللي عمل ثورة 30/6/2013، بفضل قيام الجيش المصري بالوقوف بجانب المصريين عشان تثبيت الدولة المصرية والقضاء على الإرهاب في سيناء وحفظ أمن وأمان مصر، إذا كان القوات المسلحة المصرية أو إذا كان الشرطة المصرية، واستشهاد العظماء من القوات المسلحة المصرية والشرطة عشان إحنا نعيش في أمن وأمان، والناس تحسدنا على نعمة الأمن والأمان. أنا بتكلم بكل صراحة شديدة، تحسدك، بتحسد الدولة، الناس كتير بتحسد الدولة على النعمة اللي انتوا عايشين فيها دي، ان فيها امن وامان. هتقول لي طب التضخم وزيادة الاسعار اقول لك ما هي موجودة على كل حد في العالم، اي دولة في العالم عندها نفس المشكلة، يمكن احنا زيادة شوية لان احنا ما ورثنا من 80 سنة، بطلنا نزرع، بطلنا نصنع، بطلنا ان احنا نصدر، كنا بنستورد كل حاجة بما فيها لقمة العيش، العيش البلدي، القمح، وإن شاء الله هنقدر نتجاوزها. مرورا بقى بالحرب الأوكرانية الروسية، وشرحنا 500 مرة قد إيه إن كل حاجة غليت بسبب الحرب الأوكرانية الروسية وسلاسل الإمداد، وشرحنا 500 مرة بسبب إن إحنا قدرنا نقف على رجلينا قدام كورونا لمدة 3 سنين يا مصريين، بسبب الاصلاح الاقتصادي اللي احنا عرفنا نوفر شوية مليارات الدولارات لكن صرفناها بسبب كورونا، عشان حفظ صحة المواطن المصري، وان ده وباء عالمي. نروح بعد اذن حضراتكم لفاصل سريع ونرجع نكمل. قبل الفاصل حضراتكم كنت بتكلم مع سيادتكم عن ان احنا نتخيل ولو لمدة لحظات ان ما كانش في ثورة عظيمة اسمها 30/6/2013، كانت مصر هتكون عاملة ازاي والعالم العربي كان هيكون عامل ازاي. في الجزء ده البسيط، عشان بعد كده عندنا شوية اخبار، وبعد كده شوية حضرتك بعد كده ضيفي هستضيفه النهاردة، هقول بفضل المصريين، بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا الاول، بفضل المصريين حضرتك بعد ثورة 30/6/2013 وتولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية، زمام الامور في 2014، الدولة المصرية بفضل الله حاربت الارهاب، وفي نفس الوقت كانت بتعمل ايه؟ بتبني بلدها، بتبني اللي اتهد من سنين طويلة،
في كل حاجة. أول حاجة ومن أهمها طبعا هي البنية التحتية، البنية التحتية اللي قدرنا، وطبعا الإصلاح الاقتصادي اللي ابتدى في 2016 بفضل انه يا مصريين حضراتكم انك انتوا استحملتوا الإصلاح الاقتصادي، وانك انتوا استحملتوا العديد والعديد من ال 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 الحاجات الصعبة والايام الصعبة اللي مرت علينا، قدرنا ان احنا نكون بنية تحتية عظيمة جدا بكل بساطة شديدة تخلينا نكون مؤهلين انك انت اي مستثمر اجنبي في القطاع الخاص يجي يستثمر في مصر ايا كان. حضراتكم النهاردة كان في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي المشترك، أرسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، حضرتك في كلمتها النهاردة بتتكلم إن إحنا طبعا الناس دي يعني الاتحاد الأوروبي والأجانب ما بتتعاملش بالعواطف، بتتعامل أنت إزاي هستفيد منك وأنت إزاي هتستفيد مني، مصالح. يعني الكلام اللي اتقال النهاردة في هذا المؤتمر العظيم، المؤتمر الهام لمستقبل جمهورية مصر العربية ولمستقبل الشعب المصري ولمستقبل الأجيال القادمة إنها تلاقي وظائف أكتر وأكتر، المؤتمر ده مش إحنا بنحبكم وإنتوا بتحبونا وإحنا بنحبكم خلاص، لا 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 لا، العلاقات ما بين الدول وبعضها بتقوم على المصالح. أنا مصلحتي لو استثمرت في مصر هيدخل لي كام؟ او هتعملوا لي ايه؟ انا هكسب عندكم قد ايه؟ الاتحاد الاوروبي ملتزمون بالتعهدات التي ذكرناها منذ 3 شهور اللي هو حضرتك في مارس، طبعا في مارس حضرتك العلاقات المصرية مع الاتحاد الاوروبي وصلت للتعاون الاستراتيجي في بشكل اقوى واقوى في العلاقات ما بين الدول وبعضها. الاتحاد الاوروبي ملتزمون بالتعهدات التي ذكرناها منذ 3 شهور في مارس. واحد، المزيد من المساندة المالية، بنزود في المساندة المالية مش حبا في مصر وخلاص بس، لا اكيد في منافع، اكيد الدولة المصرية هتقدم المزيد والمزيد مثلا في الاصلاح الاقتصادي عشان تعرف تستثمر اكتر واكتر في بلدنا، يا مستثمر يا قطاع خاص من اللي جاي من اوروبا. فالمزيد من المساندة المالية، المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية، عدد من المشاريع الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية من خلال هذا المؤتمر، كل القائمين على الدولة المصرية سوف يقدم زي ايه منيو كده، زي حضرتك منيو كده، زي منيو الاكل كده، عندنا حضرتك ممكن تستثمر في الهيدروجين الاخضر، ممكن حضرتك ممكن تستثمر حضرتك في تكنولوجيا المعلومات، ممكن تستثمر عندنا دي ممكن تكسب فيها، وعندنا دراسة جدوى جاهزة حضرتك تستثمر شوف وهكذا. طب حضرتك يا مستثمر اجنبي من الاتحاد الاوروبي، حوالي 1000 مستثمر قطاع خاص موجود في مصر حاليا في هذا المؤتمر بيدرسوا ايه امكانيات ان احنا نعمل مشاريع استثمارات في جمهورية مصر العربية. طب انا عندي خبرة سابقة لكن انا نفسي تغيروا حاجة في القانون في مش عارف ايه او في كذا، اهلا وسهلا، تعالى نشوف ندرس مع بعض، هنقدم لكم كل الفرص الاستثمارية اللي ممكن حضرتك تاخد قرار وانت قاعد على طول انك انت تستثمر في جمهورية مصر العربية ان شاء الله. والمزيد من المهارات للعمالة المصرية، ايوه انا داخل دلوقتي بشتغل في هعمل معاكم مشروع خاص بالهيدروجين الاخضر اللي هو مستقبل الطاقة في العالم كله والطاقة النظيفة. طيب لا انا عايز بقى ايه امهد للعمالة المصرية، لانك انت هتستخدم العمالة المصرية يبقى وظائف فرص عمل للمصريين في هذا الاتجاه مثلا، ها
طب لا ندربهم بقى في هذا المجال كويس عشان المستثمر الأجنبي اللي جاي من فرنسا مثلا أو جاي من ألمانيا هيعمل مشروع مثلا في الهيدروجين الأخضر الطاقة النظيفة يبقى عنده عمال يقدر يشتغلوا في المشروع بتاعه مصريين. في مارس قررنا حزمة بسبعة واربعة من عشرة مليار يورو اليوم توقيع على المليار الأول لدعم الإصلاح الاقتصادي المصري لخلق وجذب الاستثمار وفرص عمل في مصر. نتحرك الاستثمارات في مصر بواحد وثمانية من عشرة مليار يورو للقطاعات الاستراتيجية. مصر لها هدف لتصبح مركز للطاقة النظيفة وهذا يصب في مصلحة أوروبا أيضا. تاني مصر مين اللي بيتكلم حضرتك؟ بيتكلم مش المصريين اللي بيتكلموا، اللي بيتكلم أورسولا فوندرلاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي. مصر لها هدف لتصبح مركز للطاقة النظيفة وهذا يصب في مصلحة مصر وأوروبا أيضا. لتصبح هناك تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر وباقي الأنواع الطاقة. توقع اتفاقيات، سوف يتم توقيع اتفاقيات بقيمة 25 يورو من أجل توفير التدريب الرقمي والتكنولوجيا من أجل أن تجد الشركات العمالة المدربة في القاهرة. فكرة القطاع الخاص وضعناها أطر من الثقة. الاتحاد الأوروبي حصل عنده إطار من الثقة في جمهورية مصر العربية، ثقة أكثر وأكثر زادت في السنوات الماضية، وهذه الرسالة التي يريد أن يستمع إليها القطاع الخاص من الاتحاد الأوروبي. يعني إيه؟ يعني جميع القطاعات الخاصة والمستثمرين اللي موجودين في أنحاء العالم وأيضا جمهورية مصر العربية لما يسمعوا رسالة مفوضية الاتحاد الأوروبي حضرتك إن هذه هي الرسالة التي يريد أن يستمع إليها القطاع الخاص من الاتحاد الأوروبي عشان يبقى فيه ثقة أكتر في إنك تستثمر في مصر. هناك توقيع لأكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركاء المصريين والشركات الأوروبية لأكثر من 40 مليار يورو. يا رب بإذن الله تعالى خير. الهيدروجين والإدارة وإدارة المياه والتشييد والكيمياء والكيماويات أنا آسف والشحن والطيران والسيارات دي من ضمن المشاريع اللي إن شاء الله بإذن الله تتم في مصر. مصر وأوروبا أقرب من أي وقت مضى. مين اللي بيقول الكلام ده حضراتكم؟ أورسولا فوندرلاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي. سريعا بقى نخش على الأخبار، نقرأ بعض من الأخبار بعد إذن حضراتكم عشان ضيف اللي هيكون منورني في الاستوديو بعد الفاصل بعد ما أقرأ بعض من الأخبار الدكتور محمد الزهار الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية. هنتكلم عن 30 يونيو وكيف أنقذت المنطقة العربية من التقسيم. الرئيس السيسي بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. المؤتمر رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، وننتظر حشد استثمارات أوروبية للقطاعات الحيوية تقدر بنحو 5 مليارات يورو. الرئيس السيسي انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها. المؤتمر سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر. مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل الاقتصاد أكثر استدامة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا إيجابيا في شتى المجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم السبت. وأضاف الرئيس السيسي أننا نجتمع معا للمرة الثانية في فترة وجيزة لنشهد انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 الذي يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضا التزام مصر والاتحاد الأوروبي
بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأكد الرئيس السيسي أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت 6 محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من القطاعات الحيوية. المنتظر أن تحشد الاستثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو إلى جانب ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، وتعزز في الوقت ذاته من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري. وتوجه الرئيس السيسي بالشكر لرئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين على ما تقوم به من جهد لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر انطلاقا من إيمانها بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية لا سيما في الأوقات الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. رئيسة المفوضية الأوروبية خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ضخ 1.8 مليار يورو للقطاعات الاستراتيجية بمصر. أوروبا أكبر شريك لمصر ونمتلك 40% من الاستثمارات المباشرة و20 مذكرة تفاهم ب40 مليار يورو. أكدت أرسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أهمية تعزيز المهارات التي يحتاجها المصريين، كاشفة عن توقيع اتفاقيات لمشروعات جديدة بقيمة 25 مليون يورو لتوفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين للحصول على العمالة الماهرة ووظائف جيدة. وقالت فون دير لاين خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي بحضور الرئيس السيسي أن أوروبا تساند شراكتنا الجديدة باستثمارات كبيرة، منوهة بأن الفارق الكبير سوف ينجزه القطاع الخاص. وكشفت عن توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو، تشمل شراكات عمل في مجالات الهيدروجين ومجال المياه والتشييد والكيماويات والشحن والطيران والسيارات. وأضافت أرسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أنه لم يمضي سوى 100 يوم تم تدشين عصرا جديدا من الصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واليوم نحصد الثمار معربة عن شكرها لمصر والقيادة السياسية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. ممكن أسأل سؤال؟ لو حضراتكم يا مصريين يا 106 مليون مواطن مصري ما كنتوش استحملتوا الإصلاح الاقتصادي وما كنتوش عملتوا طرق وكباري وما عملتوش حضرتك مواني جديدة وترتيب يعني عمل تجديد للمواني المصرية، وإنك أنت تعمل مشاريع في الطاقة النظيفة تقدر توريها ل الاتحاد الاوروبي ان احنا عندنا ده وحاجات ناجحه جدا، اهلا وسهلا بيكو. انك انت تقدر تعمل كل ما هو بنيه تحتيه في الدوله المصريه، كان هذا المؤتمر هيحصل؟ كان هيجوا لك 1000 مستثمر قطاع خاص من اوروبا؟ الناس دي ما بتهزرش، الناس دي بتقول انا مصلحتي فين. وأشارت إلى ترفيع الاستثمارات في مصر بضخ نحو 1.8 مليار يورو توجه إلى القطاعات الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر لديها فرصة لتصبح مركزا للطاقة النظيفة. الرئيس السيسي يشهد جلسة حوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد المصريون بقالهم أكثر من 12 سنة صامدون. لدينا فرص كبيرة جدا للاستثمار داخل مصر، وحرصنا على تأهيل الدولة المصرية للاستثمار والصناعة. الرئيس السيسي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد بقيمة 1 مليار يورو.
رئيس المفوضية الأوروبية تعاون مصر والاتحاد الأوروبي يحرك الجبال ولسنا في قارتين مختلفتين. وزيرة التخطيط وفرنا 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وزيرة التعاون الدولي 3 مليارات دولار آليات تمويل القطاع الخاص المصري الأوروبي. البنك الدولي شراكتنا مع مصر وطيدة وطويلة الأمد من خلال ثلاث آليات. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة أرسولا فوندرلاين رئيس المفوضية الأوروبية جلسة حوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك. وأدارة الجلسة الإعلامي أسامة كمال، وشارك فيها الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والدكتور رانيا المشاط وزير التعاون الدولي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية وعدد من المسؤولين. وأضاف لدينا ميزة تنافسية في السياحة واللوجستيات، ومهم أن ننظر للقطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، ولذلك وضعت الدولة مجموعة من التشريعات والاستثمارات في البنية التحتية، وأطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم تحرير سعر الصرف، وأطلقنا عدد من الحوافز الاستثمارية لتوطين صناعة معينة، والدولة تتحمل 30% من التكلفة الاستثمارية بالإضافة إلى إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات للمشروعات الصغيرة لتحفيز القطاع الخاص. ناقص لي خبر تقريبا أو خبرين وخلاص. المدينة الجميلة والخالدة وبوابة أوروبا للعالم، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، قررنا الوصول إلى مستوى جديد من الشراكة مع القاهرة. أرسولا فولدرلاين تحدد التزامات أوروبا تجاه مصر. المزيد طيب حضراتكم، أنا أكتفي بهذه المقدمة والأخبار. ضيفي بعد الفاصل حضراتكم هينورني في الاستوديو الدكتور محمد الزهار الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، 30 يونيو وكيف أنجزت المنطقة العربية من التقسيم. فاصل وراجعين حالا.